شكل المزاج رايق على الاخر. ايه اللي بيخليك تقول كده يا معلم؟ ما هو الجواب باين من عنوانه. الا قول لي يا معلم، لو انت صحي ناوي تجوز براءة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مش محتاجة أقولها يا معلم، ما هي الفولة باينة زي الشمس. اهباطي اهباطي، لا في جوازة ولا جنازة. طب أمان عليك بقى يا معلم، لو كنت حقيقي ناوي تجوزوا اعتقوني بقى لوجه الله وسيبوني في حالي. ما بلاش عاوة وهلفطة فرغ. بقولك ايه يا معلم، تكونش خايف مني؟ فاكرني يعني زي القطط اللي بتاكل وتنكر، ولا زي البغبغان اللي يعرفوا يقولوا ويرددوا؟ لقيتك بقالها مدة مش عجباني يا مطر. من اللي شفته يا معلم. ايه اللي شفتيه يا مرات ابني؟ ايه اللي شفتيه؟ ده انت عايشة في نعيم عمر ابوكي ما يحلم يعدي قدام بابه، وبتنام على حرير ومش قادرة تقيمي دراعك من تقل الذهب اللي هو شايله. عاوزة تشوفي ايه تاني يا اختي؟ عيب الكلام ده يا معلم، انا طول عمري بنت عز وبنت اصول. وما تنساش بقى ان انا مرات المرحوم الغالي اللي راح، وان جوازتي من براءة كانت غلطة بدفع ثمنها كل ليلة انا وهو وشنا في وش بعض. يا ريت تفردي وشك زي ما كنت نازلة كده، يا ريت. ولا اقولك اتعلمي لك راسة وحبتين دلع كده، فكي شوية. فكي يا بنت، صدقيني لو فكيتي هترتاحي وتريحي جوزك معاكي. ما انت عارف اني ماليش فيه. ما هي دي المصيبة يا اختي. تهت ولقيناها، انا انده للبت سوريا اخليها تعلمني هزتين من اللي بتعملهم وهي بتحط لك فنجان القهوة المحمص. اسيبك بقى للاستباحة بتاعتك. دام الحكاية وصلت لسوريا ما تنسيش خليها تعلمك ازاي بتهاوي على الحجر.